نريد أن نتعرف على شخصية هذا النبي الكريم. أما اسمه فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف. عبد مناف له أربعة من الولد: هاشم ونوفل وعبد شمس، وهؤلاء إخوة أشقاء، وهاشم وعبد شمس توأم، وأخوهم الرابع نوفل وهو أخوهم من أبيهم. هؤلاء أولاد عبد مناف. نأتي إلى هاشم وهو المصطفى من قريش، اصطفى بني هاشم من قريش. هاشم هذا اسمه عمرو، اسمه الحقيقي عمرو، وهاشم لقب لقب به لكرمه، ولذا قال الشاعر: عمرو الذي هشم الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجافه. إذن هذا هو هاشم، هو عمرو، ولكنه لأنه هشم الثريد والخبز مع اللحم وقدمه للناس حجاجا ومن أهل مكة، كان كريما معروفا بالكرم، فكثرت ما يهشم من الثريد وهو اللحم مع الخبز قالوا له هذا هاشم الثريد، بدل أن يكون على اسمه وهو عمرو سمي بهاشم الثريد. ثم بعد ذلك أطلق عليه هاشم، فغلب اللقب على الاسم. هاشم أشهر أولاده عبد المطلب، وهو جد النبي الأول، وعبد المطلب كذلك لقب وهو ليس اسما، وعبد المطلب اسمه شيبة الحمد. وكان هاشم والد عبد المطلب الذي هو عمرو. هاشم هذا، أنا أخشى أن أقول عمرو تنسون هاشما، فعمرو الذي هو هاشم تزوج من بني النجار من أهل المدينة، تزوج امرأة من بني النجار، ولذلك يقال لبني النجار من أهل المدينة أخوال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزل عند أخواله، والمقصود أخوال جده، أخوال عبد المطلب جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هاشم تزوج من هناك، وقدر الله تبارك وتعالى أن هاشما مات صغيرا، وكان عبد المطلب لم يبلغ الحلم بعد، فتربى عند أمه عند أخواله من أهل المدينة، وظل عند أهل المدينة فترة من الزمن. فلما كبر شيبة الحمد جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما كبر وشب قال أعمامه أولاد عبد مناف وهم عبد شمس ونوفل والمطلب إخوة هاشم، قالوا لماذا لا نأتي بابن أخينا يتربى عند أعمامه، لأنه من أبناء من قريش ينتسب إلى أبيه، ينتسب إلى قريش لا ينتسب إلى الخزرج، فقالوا نأتي به يتربى عند أعمامه. فقالوا نعم الرأي. فذهب المطلب عم شيبة الحمد أخو هاشم، ذهب إلى بني النجار وزارهم، ثم قال نريد ابننا شيبة الحمد، فقالوا تفضل هذا ابنك، فأخذه ورجع به إلى مكة. أهل مكة لم يروا شيبة الحمد في حياتهم، والآن هو شب وكبر قليلا، فظن البعض أن المطلب أتى بعبد الله اشتراه، فيظننه عبد للمطلب، فقالوا جاء المطلب ومعه عبده، فغلب عليه عبد المطلب وإلا هو شيبة الحمد. فكان المطلب يقول لهم هذا ليس عبدا، هذا شيبة الحمد ابن أخي هاشم، لكن غلب عليه اللقب كما غلب اللقب على أبيه.
وصار يعرف بعبد المطلب وهو شيبة الحمد. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن عبد المطلب، لأن الاسم أو اللقب غلب على الاسم فصار لا يعرف إلا باللقب، كما هو حال كثيرين الآن. أظن لو سألت الكثيرين من الناس الآن من هو عبد الله بن عثمان التيمي، كثير من الناس لا يعرف عبد الله بن عثمان التيمي. من هو عبد الله بن عثمان التيمي؟ هو أبو بكر الصديق. ما كثير من الناس لا يعرفون عبد الله بن عثمان التيمي، يعرفون أبو بكر الصديق فقط، مع أن أبا بكر كنية والصديق لقب، ولم يكن له ولد اسمه بكر، لكن غلب عليه أبو بكر الصديق. وهكذا حال الكثيرين. على كل حال، عبد المطلب لنسميه بما اشتهر به، وهو عبد المطلب، وننسى شيبة الحمد. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب وبالعجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرا في تربة الوهم بين الكأس و